السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين في ليلة الأربعين. إنها ليلة زينب عليها السلام، ليلة الإباء، ليلة الوفاء، ونحن مع الأرواح التي حلقت وتحلق حول الحرم الزينبي، أرواح الشهداء السعداء الذين ضحوا ويضحون، الذين تركوا الأهل والمال والبلد من أجل حماية ضريح السيدة زينب وحرم السيدة زينب، من أجل أن لا تسبى زينب مرة أخرى. نحن معهم، نلبي بالصوت، نلبي بالنداء، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب. أبا عبد الله، إن كانت أبداننا وأجسادنا لم تحضر إلى كربلاء في هذه الليلة، فأرواحنا موجودة مع الزوار. فالله، فرسول الله هو القائل: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. ونحن إن شاء الله من محبي زيارة الحسين، ومن محبي ما يقوم به زوار الحسين في سبيل الله سبحانه وتعالى، مع الزوار إن شاء الله، مع الملبين، مع الشهداء، مع الشهداء الذين يضحون كل يوم ويسقطون في سبيل زيارة الإمام الحسين. هذه الزيارة التي ستبقى خالدة حتى تخرج راية الإمام المهدي مرفوعة يا لثارات الحسين، لن يستطيع لا الوهابية ولا الوثنيون ولا الصليبيون ولا غيرهم. لقد سقط صدام وسقط الشاه، وسيسقط كل من يتحدى هذه الراية.